فميت هتمشرفانا ومنورانا وهتقول بقى ايه حاجات وامثال وخالتي نوجا ستي نوجا قالت لي والحاجات دي كلها. مش عارفه ليه مصرة على مش خالتي عارفه هي مصره انها خالتك. انا مش عارفه ليه هي جدتي. هي خالتك الله مين؟ الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. انت عارف ان يعني يوم الاثنين ده اول ثانويه؟ بجد؟ الله يرحمها. يعني اتمنى الناس كلها تدعي لها بالرحمه يا رب. اكيد. اخبارك ايه؟ حلوه الحمد لله. حلويات، شربات، منكوشيات. الحمد لله. انت عارف مامتي زمان كانت لما تعرفني على اصحابها، عشان مامتي شعرها ليس خالص، هي اختي، فكانت تعرفه مثلا وانا مصره ان انا عادي يعني تمام، اللي هو بنتي ما بتسرحش شعرها منكوشه زي ما انتم شايفين كده. بس الشعر الكيرلي ده احلى حاجه في الدنيا. شكرا. احلى حاجه في الدنيا الشعر الكيرلي. قولي لنا بقى النهارده. طيب اقول لك الاول بس الاكسسوارز الحلوه دي. دي نحس من فير تريد ايجيبت، وهم برضو بياخدوا الحاجات من الستات اللي بيعملوا الحاجات دي كلها هاند ميد في المحافظات المختلفه. الله الله الله، برافو عليك، بتشجعيهم. طبعا بشجعهم جدا جدا. اول حاجه عندنا ايه النهارده؟ اول حاجه ليها علاقه باللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شويه. وهو عارف الناس اللي شخصيتها قويه شويه زينا كده، مثلنا تلاقي الناس بيقولوا علينا ايه لما نيجي مثلا نقول على حاجه، لا انا عايزه اعمل الحاجه دي او انا مش عارف، عناديين، لا جبابره، يقول لك يعني غير جبابره، يقول لك ايه، هو حكم قرقوش. قرقوش. انت قرقوش؟ انا قرقوش. وانا قرقوشين. جدا جدا جدا. قول لنا بقى ايه بقى حدوته حكم قرقوش. حكم قرقوش او قرقوش ده هو مين؟ هو بهاء الدين قرقوش. وبهاء الدين قرقوش ده تركي الاصل، واسم قرقوش ده في التركي بيعني النسر الاسود. جميل. الراجل ده كان موجود في وقت صلاح الدين الايوبي، وكان والي عكا، وكان من الشخصيات السياسيه المحنكه جدا والشخصيات الحربيه البارزه جدا. وبعدها اناب عن ولايه صلاح الدين في مصر، وعمل حاجات في مصر مهمه جدا جدا جدا. ده وفقا للروايه السياسيه ان هو اول حد بنى سور حول القاهره، هو اللي بنى القناطر اللي في الجيزه. الراجل كان ليه حاجات عظيمه جدا. القناطر؟ القناطر الجيزه. اوكي. المهم ان الراجل ده وفقا للحدوته او للحكايه اللي بتتقال ان هو كان مضيق الخناق جدا على الفاطميين، ولذلك هم قرروا ان هم ياخدوا طريق تاني، فكتب كتاب كتبه ابن مماتي اسمه الفشوش في حكم قرقوش. مين بقى الفشوش ده؟ الفشوش ده ان هم طلعوا شخصيه قرقوش دي على انه شخصيه مركبه زيه زي جحا. فهو شخص متعنت جدا، شخص متسلط جدا، شخص كل القرارات اللي بياخدها وكل الأحكام اللي بياخدها بتدل على غباء وجهل وتعنت وتسلط. يا حبيبتي. وطبعا لأنه هو اتكتب بطريقة الحدوتة الشعبية، فمين اللي انتشر ما بينهم؟ الشعب، عامة الشعب. حواديت قرقوش بدأت تبقى متداولة من حد لحد لحد لحد، فبقى في شخصية قرقوش اللي جاية من الحدوتة الشعبية اللي بتطلعه كشخص متعنت ومتسلط وغبي وبيتصرف تصرفات هوجاء، والشخصية السياسية التاريخية اللي معروفة عن قرقوش. فبقى قرقوش شخصية مركبة. مركبة. ولما بقى شخصية مركبة بقينا تهنة ما بين حقيقته السياسية والتاريخية وما بين حقيقته الشعبية، فبقينا بنضرب بيه المثل. من اشهر الامثال اللي كتبت عنه كتب عن قرقوش، من اشهر الامثال عن حكم قرقوش انه اتقال انه في يوم من الايام راح له راجل تاجر لقرقوش وقال له انا جاي اشتكي لك من التاجر الفلاني لانه هو مستلف مني فلوس ولحد دلوقتي ما رجعهاش. فقرقوش جاب التاجر التاني وقال له انت ليه ما اديتش الراجل ده فلوسه؟ قال له والله انا كل ما اروح ادي له فلوسه ما الاقيهوش، هعمل له ايه؟ فقرقوش فكر كده وقال له خلاص انا لقيت الحل، احبسوا الراجل صاحب الفلوس. فالراجل قال له انا ده انا اللي صاحب الفلوس، هتحبس ليه؟ قال له عشان لما يجي يرجع لك الفلوس يلاقيك. ده ايه؟ دي واحده من حواديت قرقوش اللي اتعرفت عن حكم قرقوش. ده ايه الغباء ده؟ ما هو ايه الغباء ده؟ هو بقى اللي احنا عايزين نوصله. وعايز اقول لك ان احنا دلوقتي ده اللي بيحصل. يعني في اماكن كتيره، في علاقاتك، في اماكن شغل، في بني ادمين حواليك، الشخصيات القويه لما بيبقى قدامها، بالذات لو شخص عنده شخصيه ضعيفه او هو مش عارف يسيطر عليك، فهيقول عليك ايه؟ هيقول عليك ده
ده متسلط، ده متعنت، ده مش شايف غير نفسه، ده هو اللي بيعمل مش عارفه ايه. طبعا يبدا يغلس، يبدا يضيق عليك الخناقه على قد ما يقدر. في بعض المديرين في الشغل بيبقوا كده، في كتير مديرين في الشغل كده. يعني الحاجه اللي بعدها ايه؟ الحاجه اللي بعدها ستي نوجه قالت لي يلا. شفت ده انا شفرة مش معقول. قالت لك ايه؟ ستي نوجه قالت لي ايه بقى؟ اقفل بقك يا ننوس ما يخشوش الناموس. انا بيخش في عيني ساعات وفي ودني. شفت انت رحت فين؟ بس بقي لا. شفت انت رحت ده فين؟ ده الناموس بجد؟ انت سمعت انا قلت ايه؟ انت داخل طبعا هو بيخش عندك انت فين؟ قعدت تفتكر يا ترى يا ترى يا شريف ابوظ لها المثل ازاي؟ لا والله خالص. فلقيت ان هو بيخش فين؟ دخل عندك فين؟ ساعات في ودني وساعات في مناخيري. ناموسه اقعد بقى اعمل كده اهو اعمل كده عشان لا 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 اكيد بتهزر. والله ما بهزر. يعني انت عمرك ما ناموسه دخلت؟ لا طبعا. ودني هتخش ازاي ناموسه؟ ازاي يعني ازاي؟ طب انا ما بهزرش. عمري ما ناموسه دخلت في ودني؟ لا طبعا. هي دي حاجه معروفه يعني في بني ادمين بيخش في هنا حد ناموسه دخلت في ودنه؟ لا صح؟ شكرا. معداوي اهو مؤمن دخلت في مناخيره ودبانه وطلعت الناحيه الثانيه. لا ما تغيروش. ايه ده؟ ايه اللي انتوا لا اكيد يا جماعه ما تقدروش. لا يا دخلت في الاخير بس ما طلعتش الناحيه الثانيه، هي طلعت نفس الناحيه. ايه غير ان انتوا بوظتوا المثل كمان، بوظتوا حياتي بعد اللي انتوا قلتوه ده. ايه ده؟ قولي بقى. بس عمرها ما في ناموسه هتخش في ودن بني ادم. مش ننوسه. ايه ننوسه؟ بص بقى بنقول المثل ده امتى؟ نقول المثل ده على الحد اللي بيتكلم كتير من غير داعي. لسانك حصانك، انسنت حصانك. ونهنته؟ ما هنكش. هانك. هانك سوري. انتوا هانك. فهو يقول لك ايه؟ ها؟ اقفل بقك يا ننوس ما يخشوش الناموس. سامع يا ننوس؟ ننوس. اللي بعده. اللي بعده قال لك ايه بقى يا سيدي؟ قال لك قال لك قال لك ايه؟ قال لك حللا. بللا بللا. يا حافر البير ومغطيه بيجي يوم وتقع فيه. عارف من حفر حفر لاخيه وقع فيها. هي هي. ايه اللي ما احنا عارفين ايه هي. وقعت قبل كده؟ بص الحمد لله. لسه يعني لا 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 والله الحمد لله دايما دايما بيتحفر لي حاجات والحمد لله ربنا اللي بيقوم جاي. انا برضو بروح رادم عليهم على طول سادد يعني. يعني انا دايما دايما بيبقى في الحاجات دي انا معتمده على علاقتي بربنا وبعدين اروح اكلم ربنا بقى فاهم. هو يعني بيتصرف لنا بقى. اما يحصل حاجه انا رايحه مكلمه ربنا وشفت بقى ربنا حصل كذا وكذا وانا مش مسامحاهم على فكره. و انت عامله زي ما بتسامحيش؟ لا يعني ما بشيلش ما بفتكرش خلاص بس بس وقتها ببقى زعلانه يعني لما ببقى زعلانه. لا انا ما بزعلش بس بفتكر وكل حد بيشتمني او بيهني بفتكره. لا بفتكر بفتكر بس وما بسامحوش حتى لو اعتذر لي. لا بعد شويه انا بسامح. لا انا مش النوع ده خالص. لا انا يعني تمام عادي لو خلاص لو جيت قلت لي خلاص يا نسمه لا وخلاص ليه؟ خلصت مش عارف ايه روحك. ما خلاص قلتيها انت خش على اللي بعدها عشان ما نغلطش. طيب ماشي. وفر من شبعك لجوعك تسلم سؤال الناس وخضوعك. وفر من شبعك يعني زي حوش. أيوة. علشان اليوم يعني القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. أيوة. ربنا ما يجبرني لحد. مش هي دي معناها؟ اسمها ربنا ما يحوجني يجبرني لحد. ازاي يجبرني دي حاجه حلوه سوري. يعني ايه ربنا يجبرني؟ حرام عليك والله العظيم. ربنا يجبرني يجبر بحقي يا حبيبي. يجبر. بص 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 لا خالص بص هي ربنا يجبر يجبر بخاطري. الله اكبر. والثانيه بقى ايه؟ مش فاكرها مش ولا انا نسيتها يعني مفيش ذاكره صفر انا نسيت احنا لسه قايلينها حالا مش فاكره انا قلت ايه بس هي يعني ربنا يجبر يحوجني ربنا ما يحوجني لحد ودي طبعا كلمه الامهات معروفه يعني بس لها اسمها. هاتي مش عايزه خلاص يا ماما كمان خمس دقايق ربنا ما يحوجني لحد ليه ما هي ده يعني خمس دقايق ما حصلش حاجه. بص بقى هاتي اخر واحده. لا اهي طب ها اديني اثنين. طب يلا بسرعه قول ها ماشي 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 استنى. لو كانت الرجولة بالصوت العالي كان الكلب بقى سيد الرجال. طب انت عارف ان وانا خارجة دلوقتي من باب بيتنا كان في قطة واقفة فوق السور انا خفت ان انا افتح الباب لا تنط عليا زي واقول لها امشي وهي واقفة لي. طب انا عايز اخرج دلوقتي من بيتنا عشان مش كده عارفة. متأخر محدش خد باله ان انا جيت متأخر. اللي بعده اخر واحد بقى. لا اخر واحد والله ما فيش وقت عندنا فاشن شو. يلا قولي بقى. ماشي ماشي ماشي. حط السكر على لساني
وقبل ما بلعوا خدوا مني تاني. الكحكة في عين اليتيم عجبة. مش في عينه، مش في عينه. ملهاش علاقة بالموضوع. كل الحاجات مش عارفة. والمصحف أبدا. اسمها إيه؟ التانية عشمني بالحلق خرمت أنا وداني. أيوة. وأنت اللي قلتي إيه؟ أنا مين؟ اللي أنت قلتيه دلوقتي. أنا تهت، حط السكر على لساني. يعني عشمك بالحاجة، فاهم الوعود الكدابة بقى. أيوه. حط السكر على لساني وقبل ما أبلعه خدوا مني. أيوه صح. عشمتني بالحلقة خرمت انا وداني، والكعكة في عين اليتيم عجبها. يا والمصحف هي في ايده مش في عينه. عمرها ما في كحكة هتبقى في عينه يعني خالص. وحبيبي دي حاجة ودي حاجة. بقول حاجات بالمشقلب. بتقول حاجات بالمشقلب. اقول لك اخر واحد بقى. يلا طب بسرعة. خلاص خلاص هقول لك على طول. عشان عمالين يضحكوا عليا في الشارع. ما انت بتقول كلام مالوش علاقة ببعض. خلاص ما انا ماليش علاقة ببعضي اصلا. انت مش شايفة المنظر. مش معقولة. انت قمر. اللي توطي له يركبك حصان. فشر فشر حمار. لا عايش وانا كده. حمار مش حصان يا حبيبتي. شكرا يا نيسبة. شرفتينا ونورتينا. اهلا بيكي. خلونا بقى نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم ومصممة الازياء استاذة رباب الفاتح. خليكم معنا لو سمحتوا.